حملة جديدة لإزالة التجاوزات في البصرة شملت مناطق أم البروم والداكير بسوق العشار بإسناد من القوات الأمنية المتمثلة بأفواج الطوارئ. أصحاب البسطات انتقدوا قيام الجهات الحكومية بإزالة بسطاتهم لأنها تعتبر مصدر رزقهم الوحيد. ويجي يركض على الفقير، تعال انطي الفقير، انت تعال انطي، هاي بالالاف، هاي كم عائله، هاي 3000 عائله العشار كله، انت تجي تفلش الفقير، الله ينتقم عليك والله ينتقم على كل ظالم. يا اخي اذا بلغوك انت وين تروح؟ شنو الوسيله اللي عندك تسويها؟ شو تريد تسوي؟ يعني هاي العالم وين تروح؟ وين تروح؟ بالنسبه للجهه المعنيه شيل التجاوزات غير تطيها بديل زين، هاي الوادم وين تروح؟ تبوك تسلي؟ ادري انت من شيلته تجاوزات على عيني وعلى راسي، بس انت المفروض تطي بديل، انت مو والله انا صدر قرار وما ادري بي بعد وين يروح، يبوك يسلي بينهب. الحملة التي شملت سوق العشار ولدت غضبا كبيرا من اصحاب المحال التجارية والبسطات، واكدوا انها تستهدف الفقراء دون غيرهم، مطالبين بوضع حلول جذرية وبدائل لهم قبل إزالتهم وتوجيه حملة التجاوزات نحو مافيات الفساد الكبيرة. والعالم كلها مسوية سلف ومطلبة كفيلك العباس والإمام الحسين، 3000 لو ندينت من هذا الزلمة وين راح؟ هذا أحمد اجيت بكروة كفيلك الحسين أبو عبد الله، دينت 3000 دينار من عنده بعد، وهاي معاناتنا تشوف بساطين. أنا رجال فقير وعشت على هاي شغلة، وين اتجه يعني؟ وين اروح؟ ما فكروا بينا؟ هاي الفقرة وين راح تروح؟ راح تكثر الجريمة بالشارع، نروح نسلب، نروح نبوك، زين؟ وهم قاعدين على كراسيهم يبوقون ويفلشون بالفقير؟ ما فكروا بالفقير راح يصير؟ اللي عنده 7 جهال وثمان جهال، واللي عنده عائلة برقبته، واللي عنده مرضى، واللي عنده مدري ياهو، زين؟ وين راح يتجه؟ وين يطوي وجهه؟ ورغم توجيه الدعوة للقنوات الفضائية، رفض مسؤولو حملة التجاوزات الحديث عن الحملة وتصويرها لأسباب غير معروفة. لقناة التغيير يونس الرباعي، البصرة.